مباراة الجزائر وبوليفيا، هذه المباراة الودية الأولى للخضر التي سوف تكون تحت ولاية المدرب في الجمير بيتكوفيتش. هذا هو المدرب الجديد للخضر الذي يتولى مسؤولية تدريبه خلفا لجمال جمال بن ماضي، طبعا بعد الإخفاق الكبير في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار وتوديع المسابقة من دور المجموعات ثم استقالة الناخب الوطني الذي قاد بلاده 2028 حتى فبراير الماضي. يغيب عن منتخب الجزائر العديد من النجوم في مقدمتهم رياض محرز، كذلك إسماعيل بن ناصر بعد مغادرته معسكر الإصابة، ومع ذلك فيفترض أن فترة توقف مارس ستكون هامة لتعرف بيتكوفيتش على اللاعبين قبل خوض مباريات تصفيات كأس العالم 2026 في شهر يونيو المقبل. طبعا هذه مواجهة بوليفيا فرصة جديدة لبيتكوفيتش لتطبيق أفكاره باعتبار أن المنتخب الليتيني يبدو نظريا في متناول الجزائر قياسا باحتلاله المركز قبل الأخير في تصفية أمريكا الجنوبية لمونديال كندا وأمريكا والمكسيك بفوز وحيد وست خسائر. أتمنى الجميع وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وإحنا متابعين هذه المباراة نتمنى فوز فريق الجزائر رغم أن هذه مباراة ودية، إلا أننا دائما نتمنى فوز الفريق الجزائري. يا ريت إخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك ودعمي بهذه القناة.